مرحبا من جديد مع نشاط ممتع آخر يجمع بين التعلم النظري واللياقة البدنية، وهو نشاط أركض واختار. أهداف النشاط: تعزيز العمل الجماعي والمنافسة النزيهة، تنمية الوعي الذاتي من خلال إدراك نقاط القوة والقيم، تعزيز اللياقة الجسدية، وأخيراً تحسين السلوك الصحي. أما بالنسبة للوقت المستغرق فهو غير محدد وعائد حسب تقديرك. النتائج المتوقعة: أن يوطد الأطفال معرفتهم الأساسية حول فيروس كورونا المستجد وأساسيات النظافة بمرح. ثانياً، تعزيز التربية البدنية أثناء التعلم. آلية تنفيذ النشاط: يتكون هذا النشاط من اختبار قصير يتعلق بفيروس كورونا ومعرفة النظافة، وهو عبارة عن أسئلة إجاباتها نعم أو لا. يمكنك تحديد أحد الخيارات التالية: استخدام اللافتات التي تحتوي نعم ولا، وإعطاء لافتة واحدة لكل طفل عليه أن يرفعها فوق رأسه، والتي تحتوي نعم ولا يمكن تبديل حامل اللافتة أثناء المباراة، أو يمكنك رسم نعم ولا على الجانبين المعاكسين للسبورة أو على أرضية ساحة المدرسة أو الغرفة الصفية بترك مسافة كافية بين بعضهما البعض. فقط عليك إخبار الأطفال في أي جانب من جوانب ساحة المدرسة أو الغرفة الصفية يوجد جانب نعم وجانب لا. للاختبار نفسه قم بتوجيه أسئلة للطلبة واطلب منهم الركض إلى الجانب الذي يمثل إجابتهم الصحيحة. اطرح الأسئلة مرة أخرى، مثل: هل أنت متأكد؟ لمنح الأطفال فرصة لتغيير رأيهم. أخيراً، بعد كل سؤال أو عبارة قدم لهم الإجابة الصحيحة بشكل واضح ومفهوم. يمكنك توجيه أسئلة لطلابك تتعلق بإجراءات البروتوكول الصحي لتتأكد من استيعابهم لها، حيث يمكن استخدام الأسئلة التالية: هل مدة غسل اليدين بشكل صحيح هي 20 ثانية؟ نعم؟ لا؟ هل يمكنني مشاركة أدواتي الشخصية وزجاجة المياه الخاصة بي مع زملائي؟ نعم؟ لا؟ هل يجب تغطية فمي أثناء العطس أو السعال؟ نعم؟ لا؟ في أي وقت يمكنك الرجوع إلى الفيديو الأول للمزيد من الأسئلة؟ اقتراحات وإضاءات: يمكن إنشاد بعض الأناشيد المدرسية أثناء تنفيذ النشاط، سيكون ذلك مسلياً. يمكن استخدام الأدوات في حقيبة المساندة الإبداعية لإنشاء لوحة نعم ولا. يمكن للمعلم أن يبدع في اختيار الأسئلة وأن يشارك الطلاب بمعلومة مفيدة وإجابة صحيحة بعد كل سؤال مع توضيح هذه النقطة. إضاءة أخرى: احرص على دمج الطلبة من ذوي الإعاقة. وفي ختام هذه الجلسة نود أن نؤكد على أن الأمر منوط بك، فلا حدود لإبداعك.